اوكي خلينا نكمل بالاكزامبلز على الفانكشنال بلوكس. بعد ما شفنا الديكودر والانكودر كامثله على الفانكشنال بلوكس، خلينا على يعني فانكشنال بلوك فيري فيري امبورتنت اللي هو المالتيبلكسرز او الداتا سيلكت. فنفس الاجراء اللي مشينا فيه والتسلسل اللي مشينا فيه بالامثله السابقه، راح نشوف شو يعني المقصود بمالتيبلكسر، بعدين نصمم مالتيبلكسر بالطريقه التقليديه، بعدين نوسع ونستنتج استنتاجات على الديزاين وبيلدينج مالتيبلكسرز اكبر واكبر من المالتيبلكسرز الاصل. فهذا فعليا اللي راح نسويه. فخلينا نشوف بدايه شو المقصود بمالتيبلكسر او داتا سيلكتر. بكل بساطه المالتيبلكسر هو عباره عن كومبينيشنال لوجيك سيركت، هو عباره عن كومبينيشنال لوجيك سيركت، بمعنى اخر هي عباره عن سيركت في لها عدد معين من الانبوتس وعدد معين من الاوتبوتس. طيب بالتحديد اكثر، هي عباره عن سيركت that has m inputs and one output. احلى شيء في المالتيبلكسر انه له one output، يعني في الديكودر والانكودر كان مزعج، كان في كثير اوتبوتس، بينما الماكس ما فيش له غير output واحد. But it is a combinational logic circuit that has m inputs and one output. طب شو الجديد؟ ما كثير functions شفناها كانت عبارة عن مجموعة من الانبوتس and it is one output. فأكيد في خصوصية. طب شو الخصوصية؟ هاي السيركت اللي اسمها multiplexer أو data selector it can select one of its m inputs، مش إلها m inputs، تقدر تختار واحد من ال m inputs. طب شو تسوي فيه؟ it passes it to the single output. فإذا عندي 8 inputs، أنا بقدر أحكي للسيركت هذه اختاري لي الانبوت رقم واحد وطلعي لي اياه على الاوتبوت، او اختاري لي الانبوت رقم ثلاث وطلعي لي اياه على الاوتبوت. As simple as that. طيب السؤال الان، كيف احكي للسيركت اني انا بدي الانبوت رقم 10 او الانبوت رقم ثلاث او الانبوت رقم اثنين؟ لابد انه ادخل معلومه على السيركت من خلالها تفهم انه انا بدي رقم الانبوت المعين اللي بدي اختاره. That's why the input to be selected to be passed to the output is specified using n selection inputs or n selection lines, where n is what؟ شو علاقتها في عدد الانبوتس؟ راح تكون log عدد الانبوتس. يعني تخيل انت عندك 4 inputs، هذول الانبوتس بدي اسميهم data inputs. الداتا inputs للمالتيبلكسر لو بدك ترقمهم، مش بدك تختار واحد منهم، لازم ترقمهم صح؟ راح ترقمهم 0 1 2 3 بالديسيمال. طيب لو بدك ترقمهم في الباينري، كم بت بالباينري بدك؟ اذا هم اربعه بدنا اثنين، مضبوط؟ فاذا ان هذه هي لوج بيس 2 ام سيلينج، صح ولا لا؟ او بمعنى اخر انه عدد الانبوتس لازم يكون اقل او يساوي من 2 to the power number of selection inputs أو selection lines. بكل بساطة. Again، ليش بدي selection lines؟ عشان أخبر السيركت which input I am choosing، which way input I want to pass to the output. طب شو لازم أعطي السيركت هذه؟ لازم أعطيها رقم الانبوت، لازم أعطيها رقم الانبوت اللي بدي أختاره. طب كيف أعطيها رقم الانبوت؟ بدي additional inputs اللي هم بنسميهم selection inputs او selection lines. طب كم عدد selection lines؟ log عدد الداتا inputs، log عدد الداتا inputs، او بمعنى اخر اكبر عدد من الداتا inputs هو 2 to the power number of selection inputs او selection lines. خلينا نشوف هذا المثال على اصغر multiplexers ممكن يكون موجود في الحياه. كم راح يكون اصغر multiplexer؟ لو بدي اختار اكيد لازم يكون عندي شغلتين اختار منهم صح؟ فاصغر مالتيبلكسر هو 2 to 1 مالتيبلكسر. هذا المالتيبلكسر it has two data inputs I0 و I1. It has one output Y. It has one output Y. طيب اذا بدي اختار واحد من هدول الاثنين، اذا بدي ارقم واحد من هدول الداتا inputs، how many bits will I need؟ One bit. أول واحد بسميه صفر وثاني واحد بسميه واحد. فذاتس واي اي هاف ذس انبوت which is the selection input which is one bit. ف
فالان من خلال هذا الانبوت اللي هو السلكشن انبوت، انا بقدر احكي لو كانت الفاليو دخلت هون صفر ماذا اقصد؟ اقصد انه اي ونت تو سلكت ذس انبوت، يعني اي ونت تو سلكت الانبوت رقم صفر تو باس تو ذا اوتبوت، فالاوتبوت راح يكون اي 0 بغض النظر عن قيمه اي 1، واي 1 ولا كانه ايش؟ موجود. ونفس الشيء لو اخذت هذه السيركت اللي اسمها 2 تو 1 مالتيبلكسر ودخلت على السلكشن لاين 1، معناها اي ونت اي ام تيلينج ذا سيركت تيك ذس انبوت اللي هو مين؟ اي 1. ليش ال 1؟ انه هذا رقم الانبوت اللي بدي اختاره وطلع لي اياه على الاوتبوت بغض النظر برضو عن مين؟ عن اي 0. As simple as that. لطيف جدا المالتيبلكسر، يا بختار هذا الانبوت وبطلعه على الاوتبوت، يا بختار الاذر انبوت وبطلعه على الاوتبوت. Based on what؟ Based on the value of the selection line. Selection line وظيفته بكل بساطه ادخل من خلاله رقم الانبوت اللي بدي اطلعه على الاوتبوت. فذاتس واي عدد السلكشن لاينز اللي بحتاجهم هو لوج عدد الداتا انبوتس، هدول بدي اسميهم انا بيني وبينك الداتا انبوتس، وهذا ايش؟ سلكشن. تمام؟ فتوتالي في هذا ال 2 تو 1 ماكس هاو ماني انبوتس دو وي هاف؟ اثنين ولا ثلاث؟ ثلاث. يعني هاي السيركت ما بتشتغل بدون السلكشن لاين، ما بتشتغل زي ما بدي بدون السلكشن لاين. فالاس از ا سلكشن از ان انبوت. مظبوط، انا مهتم بالداتا هذه ويتش اوف يطلع على الاوتبوت، مين منها يطلع على الاوتبوت. لكن حتى اسوي هاي العمليه اللي هي السلكشن I need another input which is the selection input. This is the basic idea of the multiplexer. بكل بساطة لاحظ اسمه data selector، يا بتختار هاي الداتا يا بتختار هاي الداتا based on the selection. خلينا نحاول نصممه هذا ال 2 to 1 multiplexer. نصممه بالطريقة التقليدية الاعتيادية الـ truth table. مش بعرف كيف بيشتغل؟ بعرف كيف بيشتغل. بعرف عدد الـ inputs، كم عدد الـ inputs؟ ثلاث. كم عدد الـ outputs؟ واحد، ما في غيره. جميل الـ multiplexer. فإذا كم حجم التروث تيبل راح يكون؟ كم كومبينيشن في التروث تيبل؟ 2 تو ذا باور 3 اللي هي 8، اللي هم عندي 3 فاريبلز الاس والاي 1 والمين والاي 0. بدي اعبي التيبل، بدي اعبي قيمه واي، بعرف كيف تشتغل هذا المالتيبلكسر صح؟ لما تكون الاس تساوي صفر مين بيطلع على الاوتبوت؟ بيطلع معاي مين؟ اي 0 بغض النظر عن مين؟ اي 1. ولما تكون الاس تساوي واحد زي كاني عم بحكي للسيركت طلعي لي اي 1 على الاوتبوت بغض النظر عن قيمته. ففي هذا الجزء من التيبل الاوتبوت راح يكون نفسه مين؟ اي 1 regardless of the value of اي 0. فاذا راح يكون الاوتبوت بهي الشكل. عبيت التروث تيبل، وات از نيكست؟ لاقي الاكسبريشن بالطريقه اللي بدك اياها، بدك تسوي sum of min terms, product of max terms, sum of product. انت دبر حالك، انت شاطر في الشغلات صح؟ فروحنا جبنا الكيماب، هاي الكيماب طلعنا البرايم امبليكانتس واخترنا المينيمم نمبر اوف برايم امبليكانتس تو كفر اول ذا وانز، فاكيد طلع معي هو اس بار اي 0 وهذا مين؟ اس اي 1. اس بار اي 0 اس اي 1. فالان لو ارسم هاي السيركت بسيطه جدا، ذيس از ذا سلكشن لاين، ذيس از اي 1 اند ذيس از اي 0 اند ذيس از واي. طبعا وببساطه بتقدر تسوي فيريفيكيشن، لو دخلت هون اس تساوي صفر شو راح يكون هون داخل؟ صفر، راح يكون هون داخل 1، هون داخل اي 0، هون داخل اي 1. 1 اند اي 0 اي 0، 0 اند اي 1 0، اي 0 اور 0 اي 0. سويت المطلوب باول حاله، لما اس 0 تساوي 0 طلع لي اي 0. طيب لما الاس تساوي واحد، لما الاس تساوي واحد هون راح يكون عندي واحد، هون راح يكون صفر، هذا راح يكون اي 1 وهذا راح يكون صفر، فمين راح يطلع هون؟ اي 1. هذا نسميناه ايش؟ اناليسيس. مظبوط، this is analysis which is very important اني اعرف اسويه، بالذات الان مع وجود البلوكس في السيركتس حتى اسوي فيريفيكيشن للشغل. اوكي، فهذا الاوتبوت تبع المالتيبلكسر از ا فانكشن لاحظ اوف سلكشن لاين اند الداتا انبوتس 2 تو 1 ماكس. لو بنروح
حبة أعلى، درجة أعلى، شو المالتيبلكسر اللي بيجي بعده؟ 3 تو 1 مفروض، مظبوط، بختار واحد من ثلاث، لكن ليتس ستيك ويز باور اوف 2، اللي بعده بيجي مين؟ 4 تو 1. فالآن لو بدي أصمم ال 4 تو 1 مالتيبلكسر بالطريقة الاعتيادية، لو بدي أسوي 4 تو 1 ماكس، هاو ماني انبوتس راح يكون في عندي؟ راح يكون عندي أربعة داتا انبوتس زائد لوج 4 بيس 2 اللي هم ايش؟ سلكشن لاينز. لأن لما يكون عندي أربع أشياء، أربع انبوتس بدي أرقمهم بالباينري، هاو ماني بيتس ويل أي نيد؟ لوج الأربعة 2. فإذا عدد الفاريبلز اللي راح يعتمد عليها الاوتبوت تبع المالتيبلكسر هو كم؟ ستة. ستة ما بنعرف نتعامل مع ستة فاريبلز. هلا بقدر أكتب التروث تيبل ما في مشكلة، بس هل بقدر أبسط فانكشن اوف ست في 6 فاريبلز؟ لا. فإذا بدي ألاقي لي لف، يعني بدي الاقي لي حل، مظبوط؟ شو اعمل؟ زي ما سوينا في الديكودر، تذكروا لما سوينا في الديكودر صممنا ال1 تو 2 ديكودر، بعدين صممنا ال2 تو 4 ديكودر، بعدين سوينا شويه استنتاجات، حكينا انه الديكودر بشكل عام هو من تيرم جنريتر، وبالتالي انا بحتاج اني اسوي جنريشن، الاوتبوت تبعت الديكودر هي من تيرمز، فبحتاج اسوي جنريشن لكل المين تيرمز. طب شو بحتاج حتى اسوي جنريشن لكل المين تيرمز؟ اند جيتس، عدد الانبوتس تبعها يساوي عدد الادرس لاينز تبعت الديكودر، وبدي 1 تو 2 ديكودر، ان 1 تو 2 ديكودرز حتى ايش؟ اجيب الفاريبل والكومبلمنت، الفاريبل والكومبلمنت. وعممنا هي الفكره وبناء عليها صممنا ديكودرز اكبر. لو نجرب نسوي نفس التريك هون وناخذ السيركت تبعت ال 2 تو 1 مالتيبلكسر ونحلل، رح الاقي انه هاي السيركت البسيطه هي عباره عن 1 تو 2 ديكودر، هذا السلك مع الانفرتر هو عباره عن شو حكينا؟ سميناه 1 تو 2 ديكودر، مزبوط؟ وايش كمان؟ هو عباره عن 2 انبوت اند جيتس، وهو عباره عن 2 انبوت اور جيتس. طيب شو بستفيد من هذا الكلام؟ هلا انا شو وظيفتي في المالتيبلكسر؟ بدي اختار واحد من مجموعه، مظبوط؟ في التو تو وان، في التو تو وان بدي اختار واحد من اثنين. طيب اللي بختاره فعليا بدي اياه يمر ويطلع على الاوتبوت. فزي كاني سويت ديسيبل لمين؟ للانبوت الاخر، زي كانه ايش؟ مش موجود، زي كاني حجبته ولا زي كانه موجود. ولما اختار الانبوت الثاني بدي اياه هو اللي يمر ويطلع على الاوتبوت، بينما الانبوت الاول ماله؟ disabled او ايش؟ محدود. اذا فعليا هون اجت نطت بالنص كلمه، انا عم بحكي عن الماكس، نطت كلمه ايش؟ disabled و enable، مظبوط؟ فزي كاني عم بسوي enable لواحد من الاثنين for different values of s. How can you enable one out of two things? decoder، مظبوط؟ السيركت اللي بتسوي enable ل one out of two things هي 1 to 2 decoder. طيب الديكودر بيطلع اما 0 1 او بيطلع 1 0. بدي استفيد من الاوتبوت الديكودر هذا حتى احجب الانبوت وامرر انبوت. فشو رح جبت؟ اند جيت اللي هم كنا نسميهم ايش؟ انيبلينج سيركت. تذكروا لما كنا نضيف انيبلينج سيركت كنا نحكي حط انيبل سيجنال هون، مظبوط، عليهم، والانبوت اذا بدك اياه يمر دخل واحد، الانبوت اذا ما بدك اياه يمر دخل صفر. فراح اخذ الاوتبوت تبع الديكودر اللي هو فعليا هذه، لو تطلع عليها بالديكودر هذه دي 1 وهذه مين؟ دي 0، مظبوط؟ واسوي لهم اندنج مع الكورسبوندنج انبوتس اي 0 واي 1. فالان لما ادخل اس تساوي 0، لما ادخل اس تساوي 0 شو راح يكون الاوتبوت هون؟ هذه راح تكون 0 وهذه راح تكون 1، 1 اند اي 0 طلع اي 0 وهون بيطلع صحيح 0. فزي كأني سويت disable لمين؟ للآي 1. والعكس صحيح، لو أدخل S تساوي 1 فعليا رح أسوي disable لمين؟ للآي 0. طيب والأوتبوت تبعي هو مين؟ يا إما من هاي الأند جيت أو من هاي الأند جيت. كيف أترجم الأو هذه؟ أور جيت. فإذا بقدر أعمم هذا الكلام على larger multiplexers، صح؟ بقدر اعمم هذا الكلام على لارجر مالتيبلكسرز. اذا انا فهمت شو قاعد بصير، انه انا حتى يشتغل المالتيبلكسر زي ما بدي بختار رقم الانبوت. طيب هذا رقم الانبوت اذا دخلته على الديكودر فعليا اي كان جنريت انيبلينج سيجنالز ذات كان بي اندد وذ مالتيبلكسر انبوتس
حتى ايش اختار اسوي انيبل لواحد منهم then I OR all the AND gates. فمثلا لو بدي، هو موجود على النكست سلايد بس خلينا نفكر فيه مع بعض. لو بدي اسوي 4 to 1 ماكس، 4 to 1 ماكس راح احتاج 2 to 4 decoder صح؟ D0 D1 D2 D3 هذه A0 و A1 وراح اخذ 2 input AND gates كم عددهم؟ 4 وادخل هدول هون. طيب هدول الاند جيتس مين داخل عليهم كمان؟ دي 0 داخل عليه مين؟ اي 0 هون داخل اي 1 داخل اي 2 وداخل مين؟ اي 3 وهدول كلهم اي ويل اور ذيم. ليش؟ لانه واحده منهم بتكون انيبلد، يا باخذ الاوتبوت تبع الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه بناء على ايش؟ على الفاليو اللي داخله هون. شو اللي بده يدخل هون؟ رقم الانبوت اللي بدي اختاره او رقم الانبوت اللي بدي اسوي له ايش؟ انيبل اللي هو مين؟ اس 0 واس 1 اللي هم السلكشن لاينز تبعت مين؟ تبعت المالتيبلكسر. فهذا هو الماكس 4 تو 1 ماكس بدون ما اكتب تروث تيبلز ولا اسوي simplification. وطبعا I can generalize this. لو اجي احكي بدي M to 1 multiplexer شو بحتاج؟ راح احتاج decoder يسوي لي generation ل M enabling signals. كم حجمه هاد؟ N to M decoder where N طبعا هي log M base 2 اكيد. وراح احتاج كم واحد هم M؟ كم AND gate بدي؟ بدي M AND gates كل واحدة فيهم 2 inputs عشان اسوي اندنج بين الديكودر اوتبوت وبين مين؟ الانبوتس تبعت المالتيبلكسر. وبحتاج في النهايه اور جيت كم حجمها؟ ام انبوت اور جيت حتى اسوي اورنج للاوتبوتس تبعت الام اند جيتس. فاي كان جنراليز ذس، خلص ما في داعي اغلب حالي بالطريقه التقليديه. فمثلا هون ال 4 to 1 ماكس هذا البلوك دايجرام تبعه، هدول الداتا انبوتس، هدول السلكشن لاينز، وهذا الاوتبوت. شو راح احتاج حتى ابنيه زي ما رسمت قبل شوي؟ راح احتاج 2 to 4 decoder هيو A1 A0 Y3 Y2 Y1 Y0. راح احتاج 4 2 input AND gates، راح احتاج 1 4 input OR gate. طب كيف اشبكهم مع بعض؟ straight forward. The decoder output is ANDed with the max input that has the same number. Y2 مع ANDed مع Y2 Y1 مع I1 Y0 مع I0. ليه؟ لأنه أنا عم بستخدم هذا الديكودر output to enable the input or to disable it. تمام؟ Then I just ish or the outputs of the AND gate زي ما احنا شايفين. الآن selection lines تبعت المالتيبلكسر مشبوكة مع الادرس lines تبعت الديكودر وبنفس الترتيب most significant مع most least مع least حتى ما اغير الترقيم، مظبوط؟ حتى ما يتغير الاوردرنج تبع الانبوتس. فمثلا لو دخلنا هون 1 0 على الديكودر اوت انبوت فعليا اللي هو بالنسبه لنا صار المالتيبلكسر سيلكشن لاينز، شو راح يكون الديكودر اوتبوت؟ 0 1 0 0. فاذا هذا ال1 راح يروح هون ويصير له اندنج مع مين؟ مع اي 2، راح يطلع من هون ايش؟ اي 2. بينما هدول كلهم راح يطلعوا لي ايش؟ زيروز لانهم اندد مع زيروز. ففعليا مين راح يطلع هون؟ اي 2. جرب باقي الاحتمالات المفروض يشتغل كما هو متوقع من السيركت تبعت ال 4 تو 1 مالتيبلكسر. تمام؟ طيب لو بدي 8 تو 1 ماكس، لو بدي 8 تو 1 ماكس شو راح احتاج؟ 8 تو 1 معناها بدي 3 تو 8 ديكودر صح؟ وبدي 8 2 input، مظبوط 8 2 input and، وبدي ايش؟ 8 input or، مظبوط ولا لا؟ راح احتاج هدول. فكيف اشبكهم مع بعض؟ سهله، راح احكي له جيب ال 3 to 8 decoder، هاي ال 3 to 8 decoder وهي A2 A1 A0 مضبوط. شو راح اشبك عليهم هدول؟
سيلكشن لاينز، كم عددهم سيلكشن لاينز راح تكون؟ برضه ثلاث، لانه لوج الثمانيه ثلاث، S2 S1 S0، وهذا فيه له انبوت اوتبوتس 7 6 5 لغايه وين؟ الصفر. وشو في مالتيبلكسر انبوتس من I7 I6 I5 لغايه وين؟ I0. شو بحتاج كمان؟ 8 2 انبوت اند جيتس، مظبوط؟ وبحتاج 8 input or gate، الـ outputs تبعت هدول مشبوكة هون بهذا الشكل، and this is why this is the output of the MUX. طيب كيف أشبكهم هدول؟ D7 من الديكودر راح تكون مشبوكة مع مين؟ anded مع I7، و I6 راح تكون anded مع D6 تبعت الديكودر، و I0 راح تكون اندد مع مين؟ مع دي 0، وهكذا بنفس الترتيب. لو بدك 16 كيلو ماكس، بدك 4 تو 16 ديكودر، 16 تو انبوت اند جيتس، 16 انبوت اور جيت، بنفس الترتيب ونفس طريقه التشبيه. الان لو جيت فعليا احنا عم نرسم سلاك زي ما بدنا وبنشبك ونحط جيت زي ما بدنا، بس فعليا لو جيت تبني هذه السيركت على ارض الواقع رح تلاقي ان الموضوع مزعج، لانك بدك تجيب 8 تو انبوت اند جيتس، يعني بدك تجيب 10 تو اي سيز فيهم تو فيهم 4 تو انبوت اند جيتس، بدك تجيب 3 تو 8 ديكودر يمكن تلاقيه يمكن ما تلاقيه، يمكن تضطر تبنيه من ديكودرز اصغر، بدك تروح تجيب 4 انبوت اور جيت 8 انبوت اور جيت عفوا في هذه الحاله، بالتالي بدك تجيب 8 انبوت يمكن ما تلاقيها، بدك تضطر تبنيها من اور جيتس اصغر. هذا الكلام شو معناه؟ راح يكون معك قطع كثيره وبدك كمشه سلاك ضخمه حتى تقدر تشبك، فالموضوع مزعج، وبالذات الان لما نروح ل 16 تو 1 ماكس اني ابنيه باستخدام هذه الطريقه مش مريح. طب شو في بديل؟ زي ما سوينا في حاله مين؟ الديكودر. شو سوينا في حاله الديكودر؟ حكينا صممنا ديكودر صغير. Can we reuse this decoder to build larger decoder؟ إني أجيب مجموعة من small decoders to build larger decoders. فهذا الموضوع التالي: building large multiplexers blockwise. ما بدي أبني باستخدام gates or gate and gate and so on. بدي أبني multiplexers كبيرة من multiplexers الأصغر. فهون عندي مثال. Yes, we can do it. Can we do it? Yes, we can do it. كيف ممكن أبني 4 to 1 MUX باستخدام 2 to 1 multiplexers؟ بنيته 2 to 1 max وصار في عندي اياه كبلوك جاهز. Can I use this block to build 4 to 1 max زي ما سوينا وين؟ في الديكودر. اول سؤال بدي اساله، كم واحد بحتاج من الماكسز الصغيره حتى ابني الماكس الكبير؟ كم؟ كيف بلشنا بالديكودر؟ حكينا خلينا نطلع على جهه الاوتبوت، صح؟ طلع على جهه الاوتبوت، حكينا كم اوتبوت بدي؟ مثلا بال 3 to 8 decoder بدي 8 outputs، اذا معي 2 to 4 decoders معناها بدي 2 2 to 4 decoder جهه الاوتبوت. الان انعكست الايه من جهه الانبوت، لانه ما في غير اوتبوت واحد للماكس، مظبوط؟ فكم 2 to 1 multiplexers بحتاج ل 4 to 1 max جهه الانبوت؟ بدي 2. ليش؟ هذا له 4 inputs، المطلوب 4 inputs، وانا ما معي غير 2، فاكيد بدي 2 2 to 1 multiplexers جهه الانبوت، جهه الانبوت، تمام؟ طيب الان كيف استخدمهم هدول؟ كيف اشبكهم؟ نفس الفكره اللي عم تتكرر كثير صارت، زي كاني بدي امسك التروث تيبل تبعت المالتيبلكسر الكبير واوزعها على مالتيبلكسرز اصغر. الان التيبل اللي قدامنا فعليا هي التروث تيبل تبعت ال 4 to 1 ماكس، لكن بشكل مختصر، بشكل كومباكت. لانه لو بدي ارسم التروث تيبل تبعت ال 4 to 1 ماكس بدي 64 سطر، بس انا هون رسمتها بشكل مختصر، اني انا كتبت واي واعتبرت هدول الفاريبلز هم الانبوت، بس فعليا الانبوت هم سته، مظبوط؟ بس كتبت واي بدلاله مين؟ الايز. انا اي دونت كير اباوت ذا فاليوز اوف ذا ايز، انا بيهمني فعليا اذا بدخل 0 0 يطلع اي 0، اذا بدخل 0 1 يطلع اي 1 اند سو اون. فهي التيبل تعبر عن الاوبريشن تبعت ال 4 تو 1 ماكس، لكن مش مفصله بالتفصيل، لكن فعليا لو دققت هاي التيبل فعليا هي ب
بتمثل الاوبريشن تبعت الفور تو 1 اكس. فهي للتبسيط ما في داعي ارسم التيبل الكبير. طيب الان لما استخدم تو مالتيبلكسرز جهه الانبوت معناها وكاني بدي اقسم التيبل بالنص. كيف اقسم التيبل بالنص؟ باستخدام الموست سيجنيفيكانت فاريبل، هاي الاس 1 تساوي 0 والاس 1 هون تساوي 1. وكانه كل جزء من هاي التيبل بدي اسوي له امبلمنتيشن بواحد من التو مالتيبلكسرز. طيب هذا الجزء شو بيسوي؟ هو بيسوي سيلكشن بين مين؟ بين اي 0 واي 1. يعني زي كاني بدي ادخل اي 0 هون وادخل ايش؟ اي 1 هون. طب كيف اختار بين اي 0 واي 1؟ اس 1 ولا اس 0؟ اس 0. اس 1 ما بفيدني، ليش؟ لانه قيمته ثابته في هذا الجزء من التيبل. بينما مين المتغير؟ اس 0. فاذا لو شبكت هون اس 0 بقدر اختار بين مين ومين؟ مش بين الاربعه، بقدر اختار بين اثنين. هلا هذا المالتيبلكسر او هذا الجزء من التيبل implemented by the other multiplexer. شو بيسوي هذا الجزء من التيبل؟ بيختار بين مين ومين؟ i2 i3. فاذا لو حطيت i2 هون مع ال least significant input و i3 هون مع ال most significant input، كيف اختار بينهم؟ بناء على الزيرو اكيد. فاذا بختار هيك. فاذا انا جزأت عمليه السلكشن على تو سكشنز موجودين في التيبل، بس انا في النهايه بدي 1 اوتبوت. مزبوط. هون كم اوتبوت في عندي؟ في عندي 2 اوتبوتس، بس لازم ايش؟ اختار واحد منهم. كيف اختار بين واحد من اثنين؟ برضه بدي اروح اجيب كمان مالتيبلكسر. خليني امحي هذا، نفس الكلام اللي انا كتبته. كيف اختار بين الانبوتس اللي موجوده بنفس السكشن بالتيبل باستخدام الزيرو؟ طيب الان في النهايه بدي اختار بين مين؟ بين السكشن هات والسكشن هات. مزبوط. فكيف اختار بين السكشنز؟ اكيد راح اشبك هذا هون وهذا هون. طب شو احط هون؟ اس 1. شو اللي بيميز هذا السكشن عن هذا السكشن؟ اس 1. مزبوط. فاذا لو دخلت اس 1 هون انا فعليا بكون سويت عمليه السلكشن. خلينا نتاكد، لو دخلنا هون 0 1 هذا شو داخل عليه؟ 0. فإذا مين راح يطلع؟ I2. وهذا شو داخل عليه؟ S0 واللي هي قيمتها كم؟ صفر. مين راح يطلع الانبوت اللي مشبوك مع هذا؟ اللي هو مين؟ I0. طيب هذا مين شو داخل عليه؟ 1. 1 معناها راح يختار الانبوت رقم 1. شو داخل على الانبوت رقم 1؟ I2. فإذا لما أدخل 1 0 طلع اي 2. جرب في البيت باقي الاحتمالات راح يطلع معك الشغل صحيح. ف this is my 4 to 1 multiplexer implemented as ايش؟ using small 2 to 1 multiplexers. عددهم قديش؟ 3. تمام؟ فزي ما حكيت وزعت شغل الماكس الكبير على ماكسين صغار وصرت اسوي selection between every two pairs, every pair of inputs, every two inputs, two inputs أو every pair of inputs. بعدين بختار بين الـ pairs أو بختار بين الـ sections الموجودة في التيبل. كيف أختار بين الـ inputs اللي موجودة في نفس المجموعة؟ أيوه واضح في التيبل مين اللي بيتغير اللي بيقدر يميز لي هذا عن هذا؟ S0. طب كيف أختار بين الـ groups أو الـ sections؟ S1. واضح هون 0 وهون إيش؟ هون. هذه هي الفكرة بكل بساطة، هي أسهل نسبياً من الديكودر، مريحة أكثر. انت عم تسوي زي تصفيات. مزبوط. تاخذ كل اثنين مع بعض تختار واحد بعدين تختار بين السكشنز. خلينا نشوف امثله. هون بحكي لي ابني لي 8 to 1 max using 2 4 to 1 multiplexers and 1 2 to 1 max. again حتى اعرف شو اللي اسويه راح اجيب التروث تيبل تبعت ال 8 to 1 max لكن بشكل مضغوط. بزبطش اجيب التروث تيبل الكبيره اصلا. حجمها ضخم. كم عدد الانبوتس بال 8 to 1 ماكس؟ 11. 8 زائد لوج ال 8 11، يعني 2 to the power 11 يعني 2048 سطر في التروث تيبل. 2048 سطر. فلكن انا ما بتهمني تفاصيل، انا بيهمني اعرف شو العلاقه بين واي وبين السلكشن لاينز in terms of the data inputs of the multiplexer. فالان هو شو طالب؟ بدي ابني ال 8 to 1 max باستخدام اثنين 2
2 تو 4 4 تو 1 1 2 تو 1 تمام. شو اعمل؟ نفس الشيء، وكاني راح اقسم التيبل هذه ايش؟ بالنص، لاني راح اجيب الاثنين ال 4 تو 1 واحطهم عند الانبوت، واسوي سلكشن بين هذول الاربعه، واسوي سلكشن بالماكس الثاني بين هذول الاربعه. طب كيف اختار بين هذول الاربعه؟ شو الشيء المتغير؟ S1 وS0 مضبوط؟ كيف اختار بين هذول الاربعه؟ شو الشيء المتغير؟ بعدين شو بعمل؟ بختار بين السكشنز باستخدام ال 2 تو 1 ماكس باستخدام مين؟ الاس 2. فهذه الفكره بكل بساطه وتتكرر. فراح اختار اقسم التيبل لتو سكشنز مميزين بالاس 2، بعدين اسوي سلكشن بير سكشن باستخدام مين؟ S1 واس 0. ف هذه هي السيركت، هذه 4 تو 1 ماكس مع 4 تو 1 ماكس، راح اخذ الاوتبوتس تبعهم استخدمهم اي زيك. الان شو احط هون حتى اسوي سلكشن بين اي 0 واي 1؟ اي 0 مين هو؟ هو مجموعه الانبوتس اللي موجودين هون، صح؟ موجودين هون. واي 1 هو واحد من الانبوتس الموجودين هون، طب مين هم هدول الانبوتس؟ بدي انتبه على الليبلينج. فهون هو سماهم اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 اي 6 اي 7، وكانه هدول الاربعه هم الجزء العلوي من التيبل، وهدول الاربعه هم الجزء اللي تحت. طب شو اللي بيميز الجزء العلوي من التيبل؟ S2 تساوي كم؟ صفر. واللي بيميز الجزء السفلي S2 تساوي واحد. فإذا هون شو بده يكون داخل؟ S2 عشان أختار بين السكشنز اللي في التيبل. طيب هون شو بده يكون داخل؟ اللور تو بيتس من السلكشن لاينز اللي بيختاروا بين الانبوت اللي موجود بنفس السكشن من التيبل. سهلة؟ هلا انت جرب، ولا هي موجوده، خلينا نشوف، خلينا نشوف الاكزامبل اللي بعده. build 8 to 1 multiplexer using 2 to 1 maxes only. صعبه؟ ما هو اصلا ال 4 to 1 شو هو؟ هو 3 2 to 1 صح؟ طيب نفكر فيها بالطريقه اللي عارفينها. بده 8 to 1 باستخدام 2 to 1، هذا له 8 inputs وهذا له 2 inputs. فاذا how many of the small multiplexers do I need at the input side؟ أربعة، مضبوط؟ بده أربعة. فخلينا نرسم الأربعة، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاث، وهذا أربعة. شو هدول؟ 2 to 1 multiplexers. خلينا أرقمهم، هذا 0 1، هذا الانبوت 0 والانبوت 1، انبوت 0 وانبوت 1، 0 1 0 1. وأكيد في selection line، مضبوط؟ selection line. شو يعني استخدمت أربعة؟ يعني زي كأني بدي أقسم التيبل كم قسم؟ أربعة أقسام. كيف أميز كل قسم من هدول الأربع أقسام؟ S2 S1 متعودين عليها. طب كيف أختار الانبوت اللي بنفس السكشن؟ أكيد مين؟ الزيرو. لاحظ هو الزيرو المتغير هون، فإذا بقدر أميز هذا الانبوت عن هذا الانبوت. فلو جيت حطيت هون I0، حطيت هون I1، مين اللي بيميزهم؟ الزيرو. كيف اختار بين اي 0 واي 1؟ استخدام الزيرو. طيب هذا السكشن اي 2 اي 3 مين اختار؟ اس 0 دائما راح يكون اس 0 على هاي المرحله هو اللي بيختار، اي 4 اي 5 اي 6 واي 7. فالان انا سويت اول مرحله من السلكشن اللي هي سلكشن داخل السكشن الواحد باستخدام اس 0، بس انا في النهايه بدي 1 اوتبوت، هذا 8 تو 1، الان في عندي اربعه. هلا لو معي 4 تو 1 ماكس شو بسوي؟ بجيب ال 4 تو 1 ماكس وبدخل على السلكشن لاينز تبعته مين؟ اس 2 اس 1. بس ما معي، شو اعمل؟ برضه اسوي عمليه السلكشن على مرحله ثانيه اضافيه، اني اجي احكي مثلا خد هات مع هات دخلهم على ايش؟ ماكس ايش؟ 2 تو 1، واختار واحد منهم، جيب هاد وهاد ودخلهم على 2 تو 1 واختار واحد منهم. السؤال الآن كيف أختار بين هذا السكشن وهذا السكشن؟ مين الإشي اللي بيميز؟ لاحظ هون S2 to 0 هون S2 0 ما بتفيدني إني أستخدمها كسلكشن فاريبل. الـ S0 متغير ما بيميزهم، بينما هون هذا ثابت يساوي صفر وهذا ثابت يساوي صفر. فإذا هون شو أدخل؟
S1 S1. فالآن اخترت بين ممبرز بنفس السكشن، بعدين اخترت بين الأبر تو سكشنز واللور تو سكشنز، بس ستيل لسه بدي 1 اوتبوت اللي هو مين؟ الواي. شو أعمل؟ أسوي كمان خطوة في السلكشن إني أختار واحد من اثنين. كيف أختار واحد من اثنين؟ 2 to 1 max بيعطيني واي. طيب شو أدخل هون؟ كيف أميز السكشنز اللي هون الأبر تو سكشنز عن اللور تو سكشنز؟ بالـ S2. مظبوط؟ فـ this is my 8 to 1 multiplexer built using 2 to 1 multiplexers only. ففعليا this is my multiplexer داخل عليه 8 داتا انبوتس، وهي S2 S1 S0. ما راح اشبكهم بالستاك عشان ما، بس احنا عارفين خلاص الليبل تغني على الورق to label the inputs and the outputs as such. فعليا هذا هو ايش؟ هذا شو هذا؟ 4 to 1 مظبوط؟ هذا 4 to 1، لو معي 4 to 1 كان بحطه مكان هات وبختار واحد من اربعه سكشنز. المثال الاخير build 8 to 1 multiplexer using 4 to 1 multiplexing multiplexers only. بس ما معك غير 4 to 1 multiplexers. صعبه؟ نفس الفكره اللي صارت معانا بالديكودرز. ابني لي 3 to 6 3 to 8 decoder using 2 to 4 decoders only، صح؟ فكان عندنا مشكله انه انا ماشي حطيت اثنين decoders جهه الاوتبوت، I want to enable one of them، فبدي 1 to 2 decoder بس ما معي. معي 2 to 4، شو سوينا؟ استخدمنا 2 to 4 بس كان في تريك صغيره كيف احدد الانبوتس تبعت الادرس لاينز. هون نفس الشيء. فانا عندي 4 to 1 multiplexers، فراح اجيب اثنين. اكيد بدي اثنين جهه الانبوت، مزبوط؟ هذا مثلا I0 I1 I2 I3 و I4 I5 6 and 7 اللي هم الداتا انبوتس تبعت المالتيبلكسر. So this is 0 1 2 و 3 0 1 2 و 3 هذول 4 to 1 مالتيبلكسرز. فعندي هون سيلكشن لاين سيلكشن لاين سيلكشن لاين سيلكشن لاين، هذول السيلكشن لاينز. فزي كاني قسمت التيبل ايش؟ بالنص. كيف اختار بين الفاريبلز اللي موجودين هون؟ S1 S0، فهون راح ادخل S1 S0، هون راح ادخل S1 S0. طيب كيف اختار بين واحد من اثنين؟ اكيد بدي 2 to 1 بس ما معي. شو في معي؟ معي 4 to 1 ماكس، 0 1 2 3 وهي الواي، وهون عندي سيلكشن لاين سيلكشن لاين، مزبوط؟ طيب كيف استخدم ال 4 to 1 حتى اسوي سيلكشن بتوين تو ثينجز؟ فعليا انا عندي اكثر مما بحتاج، انا بدي سيركت تختار واحد من اثنين بس معي سيركت تختار واحد من اربعه، في مشكله؟ ما في مشكله. ممكن واحد يحكي بدي استخدم هذا اشبكه هون وهذا اشبكه هون وهدول ما بدي استخدمهم، ما بدي استخدمهم. فالسؤال الان شو احط على السلكشن لاينز هون بناء على التوصيله هاي؟ مين اللي بيميز هذا السكشن عن هذا السكشن؟ S2. فلما تكون هاي صفر ال S2 بدي اختار مين؟ بدي اختار هذا الانبوت. فاذا شو لازم ادخل هون على هذا الانبوت؟ 0. ولما بدي اختار هذا الجزء من التيبل يعني بدي اختار هذا الانبوت اللي هو ايش؟ 0 1، بينما هذا 0 0. فاذا اذا ثبتت هذا صفر وهذا حطيته S2 بصير هيك الصح، مزبوط؟ لانه اذا دخلت S2 تساوي صفر راح اختار هذا الانبوت، اذا دخلت S2 تساوي واحد راح اختار هذا الانبوت. فذيس از ماي اوتبوت واي. طبعا في اوبشنز ثانيه زي ما شفنا في مثال الديكودر، مزبوط؟ لو واحد اجى حكى لا انا يا عمي بدي احكي S2 وصفر، بدي ادخل هون S2 وصفر، معناها كيف اشبك هذا الانبوت هذا الاوتبوت وين راح يكون رايح؟ صفر معناها 0 0 صح؟ معناها انه راح يضل رايح هون. بس لما تكون الـ S2 1 بدي هذا
هذا الماكس وين يروح الاوتبوت تبعه؟ على 1 0 اليمين 2، زي مثال الديكودر فعليا، بس صار ماكس. هلا في خيارات ثانيه، اني احط اس 2 1، اني احط 1 اس 2، شو راح يتغير؟ راح يتغير مين من هدول عم بستخدمه حتى اسوي السلكشن. انا زي ما حكيت، انا معاي ماكس بيسوي لي اكثر مما انا بحتاج، فانا عم بستخدم اقل. فاي نيد تو بي كيرفول وات تو بوت هير. بناء على ايش؟ بناء على التوزيعه اللي حطيناها. تمام، كيف مشبك الانبوتس؟ Which inputs you want to use من الاربعه؟ Alright. فاذا هذا هو المالتيبلكسر، او بين قوسين هو الداتا سيلكتر، السيركت اللي بقدر من خلالها اسوي سيلكشن. شفنا كيف نبنيها بالطريقه التقليديه 2 تو 1، اكبر من هيك ما بزبط معي، استنتجنا شويه استنتاجات، شفنا كيف نبني اي مالتيبلكسر بديكودر بحجم مناسب بعدد مناسب من الاند جيتس اللي لهم 2 انبوتس، واور جيت بعدد مناسب من الانبوتس. بعدين انتقلنا لمرحله اخرى، البلوك ليفل، انه خليني اخذ البلوكس تبعت الماكسز الصغيره واستخدمها تو بيلد ا بيجر مالتيبلكسر. خلينا نشوف هاي قبل ما نختم اليوم، برضو تكمله للموضوع اللي هو بيلدينج لارج مالتيبلكسر او بيلدينج مالتيبلكسرز بشكل عام. الان زي ما حكيت، اي مالتيبلكسر بقدر ابنيه ام تو 1 ماكس، بقدر ابنيه باستخدام ان تو ام ديكودر with M enabling circuits اللي هم شو؟ AND gates, two input AND gates and M input OR gates. So I need all these components to build any multiplexer. الآن هو بيسألني هون، is it possible to realize the max using different type of enabling circuits and eliminating the need for the OR gate. يعني زي كانوا بحكي لي، مش انت مستخدم الاند جيت كانيبلينج سيركت، هل ممكن تستخدم enabling circuit من شكل آخر، من نوع آخر، يساعدك أنك تستغني عن الـ OR gate؟ شو في enabling circuit غير الـ AND gate؟ إيش هو؟ الـ tri-state buffer، مظبوط؟ هلا الـ tri-state buffer هو enabling circuit، بس حكينا هو زي switch، يا بمرر يا بمرر. الـ AND gate هي enabling circuit بس بتسوي value fixing، الـ disabling تبعها هو value fixing. فالآن هو بيحكي لي yes you can do it، بانك لو جبت تراي ستيت بافرز تبني المالتيبلكسر بتراي ستيت بافر. كيف؟ لو مثلا اخذنا 2 تو 1 ماكس، كيف ممكن ابني 2 تو 1 مالتيبلكسر باستخدام تراي ستيت بافرز بدل ايش؟ الاند جيتس. يعني ستيل حتى ابني 2 تو 1 ماكس انا بحاجه ل 1 تو 2 ايش؟ ديكودر. انا شو هدفي؟ بس بدي اشيل الاند جيتس كانيبلينج سيركتس واستخدم مين؟ تراي ستيت بافرز. هذا الكلام راح يساعدني اني استغني عن الاور جيت، اوفر الاور جيت. فستيل انا بدي this is output 0 this is output 1 دي 0 ودي 1، وفي عندي هون اي 0 واي 1، هذا 2 تو 1 ماكس، هيك الانبوتس والاوتبوتس تبعته، وهذا السلكشن لاين وهذا الاوتبوت. الان بدل الاند جيت حط لي تراي ستيت بافر، مش هيك التراي ستيت بفر شكله؟ وبدي تراي ستيت بفر للاذر انبوت. والان بحكي لي خذ هذا، وايش بكون هون؟ دي 0 ودي 1 ايش بكون هون؟ والانبوتس تبعت الماكس دخلها هون. بعدين ايش بك هدول الاثنين مع بعض؟ وطلع اوتبوت. ليه بقدر اشبك الاثنين مع بعض؟ لاني ضامن انه واحد منهم هو اللي شغال. انا شابك الانيبل تبع التراي ستيت بفرز مشبوك مع الديكودر اوتبوت، فانا ضامن انه واحد من الديكودر اوتبوتس ايش ماله از اكتف. فالان انا عم بحكي this is a 2 to 1 multiplexer. شو استفدت هون؟ لما بس بدلت الاند جيت بتراي ستيت بفر قدرت استغني عن التو انبوت اور جيت. طبعا هاي الفائده راح تتعظم لما اروح لمالتيبلكسر حجمه اكبر واكبر. بتخيل 16 to 1 ماكس، بحتاج 16 input or gate، بس إذا ببدل الـ AND gates بـ tri-state buffers ببطل بدي 16 input or gate، بس بشبك الـ outputs تبعت الـ tri-state buffers مع بعض. طب هذا أنا عم بدعي إنه هذا 2 to 1 max، خلينا نجرب نشوف فعليا هل هو بيشتغل كـ 2 to 1 max ولا لا.
تخيل الاس تساوي صفر. صفر معناها هون 1 وهون 0، مش هيك الديكودر بيشتغل؟ طيب 1 على هاد معناها هذا شغال وهذا مش شغال، هاي امبيدنس. معناها من هون مين راح يمر؟ اي 0، من هون مش راح يمر شيء. معناها مين راح يطلع على الاوتبوت؟ راح يطلع على الاوتبوت اي 0. بس لسه لازم اتاكد انه كل الاحتمالات صح ولا لا. فالان لما الاس تساوي 1 الاوتبوت راح يصير 0 1، مظبوط؟ 0 1 معناها هذا شغال وهذا مش شغال، مظبوط؟ معناها هون ما في شيء وهون في مين؟ اي 1، وهذا هون راح يطلع مين؟ اي 1. And this is usually what they do to implement multiplexers بالهاردوير. They don't use OR gate. بيجيبوا تراي ستيت بفرز لانه ارخص، بالذات اذا بتعرف انه جوا السي بي يو تبعتك there are many 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 multiplexers وحجمهم ضخم، ممكن يكون 32 to 1 max 64 to 1 max. وزي ما راح نشوف المره الجاي مش بالضروره يكون كل واحد من الداتا انبوتس تبعت المالتيبلكسر 1 بت. يعني احنا الان عم نختار 1 اوت اوف ام انبوتس وكل واحد من هذول الانبوتس ايش ماله؟ 1 بت. بس اللي بيصير جوا السي بي يو مرات انك بدك تختار واحد مثلا من 32 وكل واحد من ال 32 عباره عن 16 بت. It's very huge multiplexer، راح نحكي عنه المره الجاي. وبالتالي you need to cut down التكلفه. ف this is يعني one way to do it. الان لو كان بدي 4 to 1 max شو بحتاج؟ نفس الشيء 2 to 4 decoder 4 tri state buffers and بس. مظبوط؟ And that's it. ما بحتاج 4 input or gate. 16 to 1 max 4 to 16 decoder 16 tri state buffers and that's it. مظبوط؟ انا ضامن انه هذه will act as an OR gate. لاني ضامن انه واحد من الانبوتس هو اللي بمر، مظبوط؟ واحد من التراي ستيت بفرز از انيبل. تمام؟ فهذه اخر شغله لها علاقه بديزايننج اند بيلدينج المالتيبلكسرز. وفعليا المالتيبلكسرز وظيفتهم الرئيسيه هي السلكشن، داتا سلكشن. لكن نيكست تايم نتطلع على وظيفه جانبيه للمالتيبلكسرز اللي هي زي ما شفنا في الديكودرز انه we will use multiplexers to build or implement logic functions. والموضوع كتير بسيط.